عشان برضو معانا على اتفضل. التليفون النائبة أنيسة حسونة. مساء الخير يا صباح الخير يا فندم، اهلا، صباح الخير، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد منورانا. لله، متشكرة، ربنا يخليك. حتى الآن تتصدر السيدة المصرية المشهد تماما في الانتخابات كالعادة كالعادة فعلا، كالعادة. كالعادة فعلا. شايفة حضرتك، رصدتي المشهد ده ازاي يا فندم؟ والله أنا سعيدة جدا بكده، لأن أنا رأيي من أول يوم، من قبل ما تبتدي الانتخابات، أن المرأة المصرية بالذات والشعب المصري طبعا كله يعني متحمل المسؤولية في مسألة اتخاذ القرار في اختيار الرئيس القادم، والمرأة المصرية لا تتأخر أبدا عن أداء واجبها تجاه وطنها. أنا لما رحت للتصويت في أول يوم لقيت طابور ما شاء الله طويل جدا، هي لجنة سيدات واقف منتظر بمنتهى الصبر، والوجوه يعني مبتسمة، وكل الناس حاسة إنها جاية تعمل حاجة هي بتحبها، يعني مؤمنة بيها ومتشوقة لأداء واجبها في التصويت. فأنا رأيي إن السيدة المصرية عارفة حقوقها، وده حق من حقوقها الدستورية أنها تختار رئيسها، وأنها تختار ما يعني سيصنع مستقبل أولادها، وأنها تؤيد ما تظن أنه في صالح بلدها. فأنا سعيدة جدا بالمشاركة النسائية، وشايفة دلوقتي حتى على المتابعة في جميع القنوات إن ما شاء الله لسه طوابير السيدات طويلة واقفة من بدري قدام اللجان المتخبة. تقولي ايه حضرتك اللي لسه لم يشاركوا بعد؟ لا، انا اقول له انه هيفوته مساله احساسه بانه يشارك في صنع القرار، يعني هو دلوقتي اللي نزل وادى صوته بيحس ان هو من حقه مساءله الرئيس القادم، من حقه محاسبه الحكومه، لانه هو قام بالخطوه الاولى وهي الاختيار، يبقى انا بعد كده من حقي ان انا احاسبك عملت ايه او ما عملتش ايه، فده جزء من الاحساس بالمشاركه في صناعه القرار في مصر. فانا بدعو من لم يشارك ان يشارك، لان دي نوع من الديمقراطيه اللي احنا بقالنا سنوات بنطالب بيها، بتاخد وقت في التنفيذ وفي النجاح، لكن دي الخطوات الاولى لها، المشاركه في اتخاذ القرار السياسي. تمام، متشكره جدا لمداخله حضرتك النائبه انيسه حسونه، نورتينا يا فندم. شكرا لحضرتك. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضرتك.